رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم حتى ليل 11 وتواجه موعد لينيسياتيف دو جور. لينيسياتيف دو جور. مرحبا بكم في لينيسياتيف دو جور. بما انه نحضروا في الرونتري سكولير لاكسيون تاع اليوم باش نحكيو فيها جوستمون على العوده المدرسيه. هنا هي اون اكسيون اللي يقوم بها الكروسون روج بومهل واللي تهدف لتوفير الادوات المدرسيه لقرابه 30 تلميذ. اون اكسيون اللي متواصله حتى 13 سبتمبر واللي باش نحكيو عليها مع دعاء بن بيب ريسبونسابل سوسيال كوميتي كروسون روج بومهل. دعاء مرحبا. اهلا وسهلا. عسلامة. مرحبا دعاء. نعطيو فكرة شوية على الكروسون روج بومهل، على لي زاكسيون ديجا اللي مستنسين تخدموهم قبل ما نحكيو على المبادرة هذه اللي تهم العودة المدرسية. اوكي ساعة عسلامة. مرحبا بكم الكل. انا دعاء ريسبونسابل سوسيال كوميتي كروسون روج بومهل. دونك الهلال الاحمر في عدد المجالات، نخدموا في مجال الإغاثة، نخدموا في مجال الإسعافات الأولية، نخدموا في مجال السانتي، ونخدموا زادة في مجال السوسيال. ديرنييرمون عملنا أكسيون دون دو سون مع البنك الدم تحت كارفور، معناتها وفرنا كمية باهية معناتها للناس اللي مستحقة دم الفترة الجاية. هذا هو معناتها، وعندنا برشا أنشطة وقادمين زادة على قفص رمضان على واضح يعني فما بطبيعة مناسبات اللي فيها تقوموا بديزاكسيون أبار ليزاكسيون اللي مش في علاقة جوستمون بالمناسبات هذية. والمناسبة الكبرى توا في شهر سبتمبر هي بطبيعة العودة المدرسية، وقاعدين تخدموا على توفير الأدوات المدرسية لقرابة 30 تلميذ. كنتوا موجودين في مساحات تجارية كبرى أن بو باغتو، دونك من وقتاش بديتوا تخدموا على الأكسيون هذية واليوم الهدف اللي حطيتوه؟ معناتها بدينا نعملوا في اناليز الباز دو دوني تاعنا، ما تعرف معناتها قمنا نعطيو التبرعات لاصحاب الحق واللي معناتها حق بالحق معناتها، وبدينا ننظموا في رواحنا، عملنا ليستون تاعنا في مساحات تجاريه كبرى. كنتوا موجودين في ديستوند اللي فيهم صارت لا كوليك، دونك بديتوا على بكري سي تري بيان. الناس كانت تتعاون، لقيتوا روحكم جوستومون بديتوا تقربوا من الهدف اللي حطيتوه؟ اي تويكا بدينا نقربوا معناتها، كيما تعرف البيت نتاعنا سي 30 معناتها إليف، وماشيين وان شاء الله باش نكبروا معناتها بالنمبر هذا، وان شاء الله باش يكون معناتها التبرعات هذوما معناتها ماشيين في بلاصتهم. وزاد نوفروا في محفظه كامله معناتها طب وكراروس وفورنيتير سكولير معناتها مو جوست فورنيتير. قلت لي اللي هالتلامذه هذوما من الباز دو دوني نتاعكم، وين نحكيو على انكم تخدموا على المنطقه نتاعكم، دونك هذوما يعني عائلات في بومهل. اي احنا زاده معناتها بوت من الكوميتي لوكال نتاعنا ان ما نوفروا معناتها ونعملوا اكتفاء ذاتي للمنطقه نتاعنا قبل، ومن بعد نوليو نجموا معناتها نمشيو لمناطق اخرى. واضح. ان توكا سي تري بيان اللي قاعدين تفوتوا كاريمون في الهدف اللي حطيتوه، سورمون خاطر بديتوا لاكسيون تاعكم على بكري. اما سني كيما شفنا المحفظه نتاع التلميذ مكلفه برشا، شفنا الادوات المدرسيه غاليين برشا، التوانسه يقعدوا يتفاعلوا مع لي زاكسيون هذوما ويعاونوا باللي يقدروا معناتها. برغم معناتها اللي نعيشوا في كريز ايكونوميك وكل معناتها، اما الحقيقه التوانسه متعاطفين معانا برشا برشا برشا، سيرتو في لي سون انت تعرف معناتها لي فورنيتور في الكونس خاص غاليه، مي كمان معناتها التوانسي بالحق معناتها قلبه باهي وديما معناتها هكا ما يخرجش ما يعطيكش حاجه، حتى كان ما تلقاه داخل بالشاق دي حكه طماطم لي يجي لك معاها كراسه معناتها. الحقيقة صافي بليزير، حاجة باهية، وانتوما يعطيكم الصحة على الخدمة اللي تقوموا بها واللي باش تقعدوا معناتها فريمون للنهارين قبل العودة المدرسية، دونك حتى 13 سبتمبر انتوما مواصلين في الأكسيون هذا. إن شاء الله يلقاونا معناتها في الليسون قدام لي كرون سيرفاس. دونك باش يتم إيصال معناتها الكراتب هذوما اللي ما ناقصهم حتى شيء واللي حاضرين نهار 15 سبتمبر. الله حتى قبل شويه ما تعرف 15 سبتمبر ماخذ شويه عليهم معناتها في كامل يشريوا اللي ناقص اذا كان فما ناقص بتلقى. اما حتى قبل ونحب نشكر جد الفولونتير نتاعنا اللي في السخانه هذه معناتها واقفين في الليستون. صحيح. والسامه تعلموا حياه. صحيح، يعطيكم الصحة على الخدمة الكل. يمكن دعاء سؤال أخير، معناتها في وسط العام إذا كان تلامذة تنقصهم حاجات يستحقوا حاجات، ممكن أنه بوتيتر معناتها تعملوا لو سويفي نتاع الأكسيون هذايا؟ نحاولوا الحقيقه نحاولوا معناتها، خاطر احنا كيف تعرف نخدموا على برشا مجالات والسوسيال في برشا مجالات في خلال الفترة. صحيح. نحاولوا
وقت رمضان نخدمنا زيد على مدة الإفطار، معناتها وفرنا رمضان لست أكثر من 2000 بلاء. معناتها إن شاء الله نحاولوا، علاش ليه معناتها. شكرا لك دعاء بن بيب، ميرسي بوكو. ريسبونسابل سوسيال كوميتي كروسان روج بوم، هلا حكينا على اون اكسيون للرونتري سكولير، كانت هذه لينيسياتيف دو جور. L'initiative du jour.